فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قف على القبر فانظر إلى ذلك الميت المسجى، ثم انظر إليه إذا تدلى، ثم انظر إليه إذا صف إلى القبلة وقفا، فعندها تعلم أن للحياة خبرا وشأنا. إن القلوب المؤمنة تعي حقائق هذه المواقف، إن بعد تلك الضجعة أهوال لا يعلمها إلا الله، ونعم وسرور ومنن من الله تبارك وتعالى لم تخطر للعبد على بال. لذلك إخواني تهيأوا، تجملوا لهذا اللقاء الأكبر، تجملوا بالصالحات، حتى إذا أضجع العبد في قبره وأوسد في لحده جاءه ذلك العمل الصالح فرآه فقال: من أنت؟ فوالله لوجهك الذي يأتي بخير، فوالله لوجهك الذي يأتي بخير، فيقول له: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح.